صفرة البداية أطلقها بوبو تراوري لاستاد القاهرة الدولي الذي يحتضن الأهلي منذ مباريات أفريقيا، آخر مباراة كأس الكونفدرالية مع سيو سبورت والفوز بهدف في الوقت. لعبت على طول الضربة الرأسية مقطوعة، مروان يرجع مرة ثانية يستلم عبد الله، يلعب لمروان محسن بيحط كرة حلوة لفتح، عايز يعمل عرضية، عمل عرضية يا أزارو، كان بالإمكان لكن أزارو يمسك الشباك ويحاول. بقول لحضراتكم كرة حلوة قوي 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 اتلعبت، شوفوا مروان محسن نزلها بضربة رأسية بسيطة حلوة كده الفتحي دخل منطقة ال 18، عمل عرضية مش عايزة كلام، مش عايزة كلام، شوفوا الرياكشن، شوفوا رد الفعل هيبقى ازاي. يعني كله بيقول ازاي ازاي ازاي، ادي الكرة ضاعت. ستة لعيبة أصحاب زي أخضر موجودين في نص ملعب النادي الأهلي، هنا الهجمة المرتدة سرعتها تعمل الخطورة، لكن على طول تاني مرة تانية مع النادي الأهلي تصويبة حلوة 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 الفكرة، إنما إلى خارج الملعب من أزارو، ضربة مرمى لمصلحة مونانا، إنما هي عايزة واحدة واحدة هتفك الاشتباك، هتفك الفرقة خالص. فريق زي ما الكابتن حسام البدري اتكلم مع لاعبته قال لهم مش عايزين نستهون بإن فريق حديث عهد، بإنه فريق إنما سهل عند الشناوي. هنا الهجمة المرتدة السرعة تعمل خطورة، حكم اللقاء مدي خطأ لمصلحة النادي الأهلي عند وليد أزارو المتحرك ما بين اليمين والشمال، وهنا علي معلول في المكان الأيسر المفضل ليه ويعمل عرضية حلوة حلوة يا مروان، حلوة حلوة يا مروان، ضربة رأسية بيحول الكرة كده فوق مرمى ستيفن بيتيسكي. هذه هنا أزارو لعب الكرة راحت لعلي معلول والضربة الرأسية من مروان إلى خارج الملعب. اللمسة الأولى فتحي لعبد الله، عايز يدي لعبد الله فتحي تاني لكن بقدمه اليسرى بيفكر في إيه؟ بيفكر في جاي إيه؟ عايز يديله بالكعب حلوة أزارو يا راجل يا راجل، مش ممكن، الجملة على بعضها حلو، التركيبة حلوة، التوليفة أحلى، شوف اللمسة، شوف الكعب يا ولد يا ولد يا ولد. وهنا عبد الله قال لك ما تلعبش الا على المضمون، لعب الكره لوليد عشان هو يسكن الكره في الشباك، لكن الكره فين؟ سهله سهله في يد حارس المرمى. تاني فرصه حقيقيه، عادل بدري، البدري يعني منزعج، دوريان اهلاويه من جديد، انطلاقه من جديد، اسرع من جديد يا مروان، بيجيب على رجله الشمال، اوبا يا سلام يا سلام يا سلام، الكبير يبان من اول لمسه، من اول همسه، من اول فرصه، مروان محسن يقول لك لا انا خلص بقى، انا خلص بقى واستعيد ذاكره الاهداف واستعيد حساسيه المباريات، مروان محسن يضع النهايه لمغامره مونانيه عند الدقيقه 14، 14 دقيقه فقط، حاول فيها النادي الاهلي ثلاث مرات، نجح في الثالثه، وليد ازارو بيمرر لمروان، يلم على رجل الشمال ويحطها اقصى اقصى الزاويه اليمنى، حلو حلو الكلام، ادي عبد الله اللمسه الاولى على طول، انما عبد الله، عبد الله هو اللي لاعب، عبد الله، عبد الله حطها، شوف حضراتكم استلم بباطن قدمه اليمنى وجابها على باطن قدمه اليسرى، يا ولد يا ولد يا مروان يا محسن، مع الدقيقه 14 يفض الاشتباك وسجده الشكر الثنائيه من سيد عبد الحفيظ وحسام البدري والفرحه في المدرجات رغم قله العدد، لكن الزئير موجود، النجم التونسي حسام عاشور، يا ولد يا ولد يا ولد يا جاي، خد كورته بشكل حلو وعدى بين اثنين ويا سلام، محتفظ ومستحوذ، يرجع مره ثانيه، كان من مالي طبعا طاقم التحكيم من مالي، حلوه يا سلام، لكن هنشوف وليد ازارو، وليد ازارو يسجل الهدف الثاني بهجمه مرتده سريعه عاجله ورايحين، بيقول له مروان تعال معايا تعال معايا، وعمل الشعار بتاع اجادير، وهنا يعني الصدمه، شوف اللعبه اتلعبت على طول، اتخطف فيها الدفاع، هنا السرعات دخل في النص وليد ازارو على طول، ما تفلسفش فيها المره دي، ما نزلهاش على الارض، حط الكره على طول من وضع الحركه، لحظه خروج الحارس ستيفن بيتيسكي، جول جميل جميل وفرحه حلوه، وبيتيسكي زعلان ان الدفاع اتضرب، انما ملعوبه حلوه قوي زي ما الشبكه في زاويتها اليمنى خدت الجول الاول بتاع مروان، الزاويه اليسرى خدت مع الدقيقه 20، هدف وليد ازارو. سبع لعيبه من اصل 10 موجودين في نص ملعب النادي الاهلي، انما المغامره بتنتهي، علي معلول بيجيب كورته يلحقها قبل التماس،
ويلعب مع السولية، لمسة كده في نص الملعب مش مظبوطة تتقطع، ترجع تاني لمسامبا اللي بيسدد تصويبة قوية يتصدى لها. يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، ادي مسامبا اللي قدام حضراتكم، وادي صبري رحيل اللي هم خارج التشكيل. وسام البدري لاعبا فاز بدوري بطولة افريقيا الاندية البطلة عام 82 مع الجيل الذهبي. اتلعبت حسبها ركنية، لعبت والضربة الرأسية خارج الملعب من اجاي اللي بيحاول. وبقول لحضراتكم اكيد معنوياته في السماء بعد ما تلقى دعوة انه يشارك في معسكر اعداد منتخب بلاده لمباراتي صربيا وبولندا. ادي اجاي بيني وبينكم عامل مستوى متميز هذا الموسم، ومن الموسم الماضي واحد من افضل اللاعبين الاجانب في مصر، واحد من افضل فوق. مستنيها السولية الضربة الرأسية، لكن على طول بياخدها مالومبو ويصفر حكم اللقاء بوبو تراوري. سيداتي انساتي ساداتي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، معلنا تقدم النادي الاهلي بهدفين نظيفين سجلهما المهاجمان مروان محسن في الدقيقة 14، وليد ازارو في الدقيقة 20. الى استراحة قصيرة سيداتي انساتي ساداتي، ثم نعود للقياكم مع بداية الشوط الثاني. لكم أرق تحياتي معلق اللقاء أشرف محمود، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. يستعد لإطلاق صفرة البداية للشوط الثاني، وأطلقها بالفعل بوبو تراوري، موريبا دياكيتي، دريسا كاموري، نياري. ده طاقم التحكيم المالي الذي يدير هذا اللقاء في استاد القاهرة. لعبت على طول الكرة والضربة الرأسية، يا سلام، سنتيمترات يا زارو من المرمى، سنتيمترات. الجيات أفضل وأجمل، طبعا سجل هدفه الخامس في البطولة. أما مروان محسن في أول أهدافه في هذا اللقاء، ملعوبة حلوة، مركونة حلوة. بدلاء النادي الاهلي شريف اكرامي، كريم ندفد، اسلام محارب، هشام محمد، محمد نجيب، وليد سليمان، صلاح محسن. هذه الاعاده من جديد، علي معلول هو اللي عمل الكره العرضيه. بدلاء مونانا، باتريك، مينيني. هدف مبكر مع بدايه الشوط. هذه مروان محسن حطها حلوه حلوه، عمل العرضيه احلى، لو لف ودار اجمل، انما هو لف ودار وصوب، رجعت جت مره ثانيه على طول عند السولية. نجوان ماسك، عاد نشوف عبد الله السعيد عمل العرضيه، عبد الله حلوه 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 يا ازارو، حلوه حتى ابتسامتك حلوه. الكره خدها فيرست تايم، هو ده جمال الكره، اتلعبت على طول التماس، عبد الله السعيد عمل له كره عرضيه على طول فيرست تايم من اول لمسه على طول، احلى احلى بكتير من لو كان ثبت ووقف وسدد على طول، الراجل خدها بجوار القائم، انما على بعضها جميله اللعبه. بس هجومهم مش الخطير. هنا هنشوف وليد سليمان الكابتن حسام البدري بيعمل تغيير مبكر بعد 10 دقائق من بدايه اللقاء. اعتقد مروان محسن هو اللي هيغادر الملعب صاحب الهدف الاول، وينزل وليد سليمان عشان يشغل الجبهه اليمنى قدام احمد فتحي، ويبقى جاي في الجبهه اليسرى قدام علي معلول. وليد ازارو لوحده وتحت منه عبد الله السعيد كمان. ادي على طول خروج وبياخد وبيسجد سجدة شكر لله كده مروان محسن، وادي وليد سليمان. وليد سليمان يتقدم، وليد وصدها صدها صدها طبعا، وهنا في خطأ في خطأ، صدها حارس المرمى بتسكي، ركلة جزاء مهدرة، مفيش مشكلة، الجيات أفضل، راح على الزاوية على طول. ادي البنالتي سليم 100%، وطبعا مع الكابتن سمير محمود عثمان هيكون التحليل للاداء التحكيمي بعد اللقاء. اذا ركله جزاء مهدره في الدقيقه 18 مع سعد، لمسه اولى، لمسه ثانيه، عايز يلعب لوليد، انما هو لسه كورته معاه، حطها في الشمال والعرضيه، يلا يا راجل الرام الثالث،
يلا يا سعيد اسعد جماهيرك وفرح الناس في المدرجات وامام شاشة الاهلي بهدف ثالث. ما تأخرش كتير، ما تأخرش كتير. في الدقيقة ايه؟ في الدقيقة 19، في الدقيقة 19 عبد الله السعيد يحرز هدف النادي الاهلي الثالث في الدقيقة 19 من الشوط الثاني. حلو الكلام، مفيش كده احلى. بص شوف شوف، هو اللي بنى الهجمة، هو اللي لعبها في الشمال وجات له مرة ثانية وما كدبش خبر بباطن القدم اليمنى، يسكن الكرة على طول. يا ولدي علي، يا ولدي عبد الله، ثلاثية حمراء، ثلاثية أهلاوية في مرمى منانا الجابو. يتقدم السعيد، يا ولد يا ولد يا ولد، الهدف الرابع أهلاوي، الهدف الرابع من ركلة جزاء. عبد الله السعيد يضيف الهدف الثاني له، الهدف الثاني له بعد 24 دقيقة من الشوط الثاني، ركلة جزاء. حلو الكلام، ادي وليد سليمان، قلت لحضراتكم كان نفسه يجيب جول هو من ركلة الجزاء اللي فاتت، انما الكرة طبعا ضاعت منه، لعبها عبد الله يا ولد، راح هو على نفس الزاوية بتسكي، لكن حطها له هناك عبد الله السعيد، يرفع رصيده من الاهداف الافريقية ورصيد النادي الاهلي في هذا اللقاء هنا. والكرة داخل المنطقة، ناخد بالنا ناخد بالنا ناخد بالنا يا ولد يا سعد، يا ولد يا سعد، الاختراقات يا جماعة اتكررت في المنطقة دي، في ثغرة هنا لابد ان تغلق. لاعب بالمناسبة 13 مباراة في الموسم الماضي او البطولة الماضية جايب جولين، النهاردة في أول مباراة جايب جولين وحلوة. لف ودار كده ريك مارتن وعلى طول يقطع يا ولد، لكن مرة تانية تصويبة، تصويبة أعلى من العرض لكيمبا داخل المنطقة، والضربة الرأسية أعلى من العارضة وأعلى من الجميع إلى خارج الملعب. الشناوي بيظبط مع علي معلول واقف وحده، والله جاله وليد سليمان، اتلعبت على المرمى مباشرة ويطلع يا ولد يا الشناوي، حط رجلك من جديد، يا سلام. حلو الكلام، الهجمة المرتدة في الكرة اللي فاتت دي، انما من جديد وصفرة النهاية سيداتي انساتي سادتي، يطلقها الحكم المالي بوبو تراوري معلنا فوز النادي الاهلي برباعية نظيفة بواقع هدفين في كل شوط. تقدم مروان محسن في الدقيقة 14 من الشوط الاول، واضاف وليد ازارو في الدقيقة 20 من الشوط الاول ايضا، ثم في الشوط الثاني ركله جزاء مهدره من وليد سليمان في الدقيقه 18، عبد الله السعيد يعزز بالهدف الثالث الدقيقه